عالم فيلم معاك؟ هيعمل فيلم معايا السويس. كلمته؟ آه. يا نهار اسود، عم احمد السبكي. السبكي هيعمل قصة حياة السويسي فيلم هينزل في السوق ويكسر الدنيا، وهيتعمل في رمضان اللي جاي كمان. السويسي مش مصدق نفسه وبعت ابوه يمضي على الفيلم. يا نهار اسود، عم احمد السبكي. والتصوير هيبدأ بعد العيد. قصة الفيلم، السويسي طالب في الجامعة الأمريكية وشغال ميكانيكي بعد الظهر. حبيبي عم احمد السبكي، ب50 جنيه امضي العقد وربنا ولو ببلاش. قال للسبكي مش هتندم وهنكسر الدنيا مع بعض يا سبكي، والموهبة اللي عندي مش عند أي حد. أنا موهوب يا عم احمد. السويسي الدنيا لعبت معاه وهيبقى مليونير ونجم السينما اللي جاي بعد المرمطة اللي شافها في إيطاليا. الفيلم هيتصور وينزل على الشاشات إمتى؟ ومحمد رمضان دوره إيه في الفيلم؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، فتعالوا أقول لكم الحكاية. أحمد السبكي قال بالنص كده لما المذيع سأله هو أنت هتعمل فيلم للسويسي بجد ولا إيه يا عم أحمد؟ رد عليه وقال له آه هعمل له فيلم وهيكسر الدنيا، ومش بس كده. آه كلمته ورسلته ومضى معايا ده كلمه واتفق معاه على كل حاجة، وكل حاجة جاهزة علشان التصوير بعد ما مضى معاه العقد خلاص. ومش السويسي بس اللي فرحان ومبسوط انه اخيرا هيمثل ويطلع على التلفزيون، ده احمد السبكي كمان قال انه مبسوط جدا انه هيشتغل مع السويسي وهيقلبه الدنيا. السويسي اتفق مع السبكي، ونفس قصة الفيلم هتكون هجرته من مصر لإيطاليا. عاوز اعمل فيلم الهجرة غير شرعية، في المراكب والبحر والايام الصعبة اللي شافها واللي كان هيموت فيها، ولكن ده اللي عايزه السويسي مش اللي اتفق عليه مع السبكي. ولما الصحفي سأل السبكي الفيلم اللي هتعمله للسويسي قصته هتكون ايه بالظبط وايه الفكرة بتاعته، هيعمل فعلا فيلم معاك، وهل هتكون فعلا عن الهجرة الغير شرعية زي ما السويسي عايز، ايه القصة اللي ممكن تعملها للسويسي؟ السبكي رد عليه وقال له لا، مش هتكون عن الهجرة الغير شرعية. طب هتكون عن ايه؟ والسويسي هيكون دوره ايه فيها؟ السبكي قال السويسي هيكون بطل الفيلم وهيبقى طالب في الجامعة، وحاجة محترمة كده، ومش بس كده، ده هيدرس في الجامعة الصبح وبعد الظهر هيبقى شغال ميكانيكي في الورشة. هخليه طالب في الجامعة وبيشتغل ميكانيكي بعد الظهر علشان يبان قد ايه هو مجتهد وواد بتاع مصلحته. بس السويسي مش قليل برضه. طب ايه اللي خلى السبكي يقول الكلام ده، وايه اللي جاب الفكره في دماغه وكل الكلام ده؟ بص يا سيدي، السويسي معروف انه بينزل فيديوهات كتير على التيك توك ومكسر الدنيا وبتعمل ملايين المشاهدات، وهي السبب في شهره السويسي. وفي مره من المرات السويسي نزل فيديو احمد السبكي شافه وعلق عليه وكتب للسويسي عقدك جاهز يا سويسي، مستنيك تيجي تمضي. السويسي اول ما شاف تعليق السبكي ما بقاش مصدق نفسه وهيطير من الفرحه، وقال يا نهار اسود، عم احمد السبكي بنفسه. ورد عليه وقال له هاجي امضي وربنا، ده انا اجيلك مصر حافي. يا نهار اسود، عم احمد السبكي، حبيبي عم احمد وربنا اجيلك حافي. بس السويسي كان ليه طلب كمان علشان يمثل، قال انه عايز يمثل مع محمد رمضان، وقال له كل اللي انت عايزه هعمله. وفعلا السويسي قال له هبعت ابويا يمضي لحد ما هنزل مصر. في النهايه، تحب تكون قصه الفيلم هجره السويسي الغير شرعيه في البحر، ولا طالب وميكانيكي زي ما قال؟ شاركنا برايك في الكومنتس.